لم يحرف في عهد سيدنا بص لم يحرف في عهد سيدنا موسى ولم يحرف في عهد سيدنا عيسى، فكيف يحرف القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاول تحرف القرآن في عهد النبي، هل تستطيع؟ لا أكيد لا. هل تستطيع، هل يستطيع النصارى تحريف التوراة في عهد سيدنا عيسى؟ أكيد لا. ببديهية جدا، لأن سيدنا عيسى موجود، لو حذفوا أي شيء من التوراة هيرجعها تاني، لو غيروا كلمة مكان كلمة هيقول الكلمة صحيحة صح؟ صح. وسيدنا موسى كذلك صح؟ صح أكيد. وهي دي مهمة الأنبياء والمرسلين صح؟ صح أكيد. طيب عندنا دلوقتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والحسن والحسين إلى 12 معصوم، في الفترة الزمنية بتاعتهم تم تحريف القرآن أم لم يتم تحريف القرآن؟ تم تحريف القرآن. لماذا لم يحافظوا عليه؟ بوم. شكرا ليك. بوم. الرجل من الخط دائر ورايا.